كانك تصلي ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمعاصي والمنكرات فاعلم أنك تمثل لا تصلي، أنت تؤدي دور تمثيلي، ممثل، أنت ممثل صلاة. ليش؟ لأن صلاتك ما بعدتك عن المنكر، تخلق من الصلاة وتروح ترقص، تروح تلعب، تروح تسوي منكرات. ولهذا الله يقول إن الصلاة، أي الصلاة الصحيحة المقبولة، تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وفي رواية لم يزد بها من الله إلا بعدا. ولا يعني أن يكون الإنسان معصوم ما يخطئ، لا، الخطأ سيقع لكن لا يداوم ولا يصر على المعصية. المعصية في حياة المؤمن عارضة، ولكن في حياة العاصي لازمة، تجد مصر عليها. ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وكل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين من؟ التوابون. متى الراحة؟ متى نرتاح بهالدنيا؟ متى نخلص من هالدنيا ونرتاح؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة، هذاك الوقت يتحسف ويندم ويتحسر كل إنسان مقصر. احرص. كذلك رسالة لإخوان الشباب، أعراض المسلمات خط أحمر، لا تتجرأ. عندك خوات، عندك زوجة، عندك أم، عندك أهل، مثل ما أنت حريص على خواتك وحريص على أهلك، ترى الناس كذلك. إن الله يضحك من رجلين، وفي رواية يعجب من رجلين. مما يعجب الله؟ مما يضحك الله جل جلاله؟ قال رجل قام من فراشه، ترك لذته، ترك دفئه، ترك فراشه، ترك راحته، فقام فتوضأ ثم صلى، فيقول الله وهو العالم به: ماذا يريد هذا الرجل أن يصنع؟ فتقول الملائكة: يا رب، يرجو ما عندك من الجنة، يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. فيقول الرحمن الرحيم: أشهدكم أني أعطيته ما يرجو وأمنته مما يحذر. لا إله إلا الله. المفسدين في الأرض مو قطاع الطرق بس، ولا مروجين المخدرات، بل والله معهم قطاع الرحم، لأن الله في القرآن ما لعن قطاع الطرق وما لعن السراق اللي يسرقون، ما لعنهم مع أنها تقطع إيديهم، لكن لعن قاطع الرحم في القرآن، لعنه. فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أجارني الله وإياكم من لعنته. اللهم أنت ربي، اعتراف، لا إله إلا أنت، اعتراف، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعتراف، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف، اعتراف، وأبوء بذنبي، اعتراف، أبوء بذنبي أي أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله.